خلينا نرجع نكمل. انا بتكلم على ايه يا جماعه؟ بتكلم على التايبس اوف اجلوميشن، يعني الطرق المختلفه ان انا اعمل اجلوميشن. الطرق المختلفه ان انا اعمل اجلوميشن هم اربع طرق مختلفه. طيب تعالوا بصوا معايا كده يا جماعه في طرق الاجلوميشن او التكتلات. لو انا جيت قلت مثلا يعني التاسك ميرجنج، يمكن دي اسهل واحده فيهم عشان كده انا فكرت ابدا بيها. التاسك ميرجنج يعني ايه؟ انا عندي تاسك معينه والتاسك دي لحاجات مرتبطه مع بعضها. يعني ايه؟ يعني مثلا عندي شجره بالشكل اللي موجود قدام حضراتكم هنا كده اهو، وكل بروسيسور فيهم او كل تاسك او كل وظيفه محدده معتمده على غيرها، يعني دي معتمده على اللي وراها ودي معتمده على اللي وراها ودي معتمده على اللي وراها وهكذا. طب الاسهل ان انا ابدا اقسم الكلام ده كده مع بعضيه، وابدا اقول مثلا ان كل بروسيسور فيهم هيعمل عدد معين من العمليات، العدد معين من العمليات دي في الحاله دي كل دول هيشتغلوا مع بعض، وطالما كل دول هيشتغلوا مع بعض يبقى انا حققت فكره البارلل، وفي نفس الوقت انا قللت عدد الروابط اللي موجوده عندي. يعني ايه قللت عدد الروابط اللي موجوده عندي؟ يعني بدل ما كان ده منتظر ده وده منتظر ده، لو بصيتوا حضراتكم على الرسمه الاصليه، لا انا هنا هقول ان دي تاسك اهي ودي تاسك ودي تاسك. عدد الروابط اللي عندي بقت قد ايه؟ بقت ادي واحد ادي اثنين ادي ثلاثه ادي اربعه، يبقى عدد الروابط اللي عندي قلت. يبقى انا في الحاله دي الكوست بتاع الروابط اللي عندي قل، كمان الكوميونيكيشن بتاعي بقى عدده قل. طالما الكوست بتاعي طالما الكوميونيكيشن قل يبقى الكوست بتاعي قل، يبقى انا حققت فكره البارلايز وفي نفس الوقت قللت الكوست الموجود في الكوميونيكيشن اللي عندي. او ان انا يكون عايز اعمل حاجه اسمها تاسك ريدكشن. يعني ايه تاسك ريدكشن يا جماعه؟ ان انا اقلل برده عدد الروابط اللي عندي عن طريق ان انا اقول ان بدل ما كان ده معتمد على ده وده معتمد على ده، لا انا هفصلهم. يعني مش انا هفصل، لان يا جماعه كده كده انا فصلت كل جزء لوحده، فعملت ريدكشن الجزء ده لوحده والجزء ده لوحده، فانا قللت برده الهدف بتاعي زي ما حضراتكم شايفين كده، هو ان انا بعمل ريديوس لعدد الكوميونيكيشن اللي موجود عندي. وده برده في النهايه هو فكره الاجلوميشن، هو انك تتخلص من الروابط اللي موجوده عند حضرتك في البيانات بتاعتك. طيب تعالى بص معايا مثلا لما اجي اقول لك element of column او column element of block. لما اجي اقول تعالى مثلا فكر ان انت عندك ماتريكس، والماتريكس دي انت عندك element معين عايز تعمل ضرب، بلاش element، عايز تعمل ضرب. طب انا في الحاله دي احل المشكله دي ازاي؟ انا عايز ماتريكس في ماتريكس، عايز اضرب ماتريكس في ماتريكس، في روابط ما بينهم؟ اه في روابط ما بينهم. يعني طبيعي جدا ان حضرتك لما بتيجي تضرب ماتريكس في ماتريكس انت بتضرب الصف الاولاني في الماتريكس الاولانيه في العمود الاولاني في الماتريكس الثانيه. فده معناه ان البيانات بتاعت حضرتك مش اليمنت قدام اليمنت، لا انا صف كامل هضربه في عمود كامل. ففي الحاله دي الحل ان انا اعمل ايه؟ ان انا اختار الاليمنت تو بلوك. يعني ايه اليمنت تو بلوك يا شباب؟ يعني بتاخد الصف الاولاني ده بتعتبره بلوك، وبتاخد الصف الثاني في الماتريكس العمود الثاني في العمود الاولاني في الماتريكس الثانيه دي وبتعتبره مثلا اليمنت، وبتاخد الاليمنت ده كله وبتدي يعني بتدي الصف الاولاني والعمود الاولاني بتديهم للبروسيسور يشتغل عليه. طب هو كده مش مشتغل على اليمنت الاليمنت؟ لا هو مشتغل على بلوك وبلوك، او بيشتغل على اليمنت تو بلوك. يبقى في الحاله دي انا بقسم البيانات بتاعتي لبلوكات، وبعد ما بقسم البيانات دي لبلوكات ببدا اقول انا قللت الروابط ما بينهم وبين بعض شويه فقسمتهم، وبدات اقول ان الاليمنت ده هيشتغل على البلوك الفلاني. يمكن في فكره ضرب الماتريكس هي اكتر بروبلم هيوضح فيها فكره الاجلوميشن بشكل عام يعني، ودي هناخدها احيانا دلوقتي. طيب اتفقنا ان الميزه بتاعت الاجلوميشن هو ان انا بقلل الكوميونيكيشن كوست، وان انا ببقى لسه محافظه على فكره الكونكرنسي. يعني ايه فكره الكونكرنسي؟ يعني فكره ان هم يشتغلوا مع بعض سينكرونايز او ان باراليل، وكمان بحقق اللي انا عاوزاه من ان انا اقلل كميه الكمبيوتيشن اللي عندي، واقلل من اي دوبليكيت او اي ريبليكيشن حاصل سواء في البيانات او حتى في التاسكس. نفس الحكايه يا شباب، الاجابه على الاسئله دي هتيجي عن طريق انك تحدد لي البروبلم بتاعتك ايه طبيعتها وانت بتعمل الديزاين. يعني انا اللي بحدد وانا بعمل ديزاين للبروجرام بتاعي انا هشتغل باي شكل من الاشكال. طيب تعالى نبص على اخر واحده خالص، او اخر احد الميثودولوجيز او احد الطرق اللي بشتغل فيهم لما باجي بعمل او بستخدمها او براعيها لما باجي اعمل ديزاين لبارلل الجوريزم.
من ضمن الميثودولوجيز الاخيره او احد اخرهم خالص كانت المابنج. المابنج يعني سكادرنج، يعني ازاي بعمل اساين لبروسيسور معين عشان يعمل التاسك المحدد. يعني احنا لما اتكلمنا في البدايه اتكلمنا حوالين ان انا عندي بارتيشننج، وبعدها كوميونيكيشن، وبعدها اجلوميريشن، وبعد كده مابنج. مابنج يعني ايه؟ يعني لا خلاص بقى انا وصلت لاخر مرحله، انا شغال هبدا اشتغل بجد بقى. فانا ببدا اقول ان كل بروسيسور من البروسيسورز دول هياخد تاسك معينه يبدا يشتغل عليها، كل بروسيسور هياخد تاسك معينه يبدا يشتغل عليها وهكذا. فكره التقسيمه هو ان انا هبدا بقى اقول لكل بروسيسور انت خد الجزئيه دي عشان تشتغل عليها. فانا بعمل حاجه اسمها كونكرنت تاسك. كونكرنت يعني كونكرنت يعني ايه؟ يعني كل واحده فيهم هتشتغل مع بعض بالتوازي، شغالين مع بعض يعني بالتزامن مع بعض. راعي برضو ان انا اتفقت ان انا لازم اكون عامله مينيمايز لفكره الكوميونيكيشن، يعني بقلل الرابط بقدر المستطاع علشان اقدر احقق ان انا يبقى عندي الاكسكيوشن تايم، او اعمل مينيمايز للاكسكيوشن تايم بالشكل المناسب. ففكره المابنج دي يعني اعمل بقى اساينمنت، حط كل بروسيسور هي دي الجزئيه بتاعتك، هي دي الجزئيه اللي حضرتك هتبدا انك تشتغل عليها. اتفقنا مش بالضروره ان كل بروسيسور ياخد قد بعضيه التساوي خالص. مش معنى ان انا عندي فكره البارلل يبقى كل واحد ياخد قد التاني، لا يا جماعه خالص. انا عشان اقلل الروابط بتاعتي واقلل الديبندنسز الموجوده عندي، ممكن واحد يشيل كميه اكبر شويه وياخد وقت اطول شويه، ما عنديش اي مشكله في حاجه زي كده. بس في المقابل مش هيبقى واحد بس اللي عمل الموضوع كله، لا، كل واحد فيهم عمل جزئيه. في النهايه انا قللت في الاكسكيوشن تايم بتاعي، في النهايه قدرت احقق ان انا عملت بارلل الجوريزم. طيب دايما المابنج الجوريزم او فكره المابنج بحاول قدر المستطاع على قد ما بتقدر انك تعمل حاجه اسمها لود بالانس. يعني ايه لود بالانسنج؟ يعني بتبدا توزع الاحمال بشكل طبيعي. طب امتى بوزع الاحمال بشكل طبيعي يا جماعه؟ بوزع الاحمال بشكل طبيعي لو انا عامله بارتيشن، يعني كلهم قد بعض بالتساوي. غير كده انا ما بلجاش لفكره اللود بالانسنج دي خالص. يعني في الكوميونيكيشن ما بيحصلش لود بالانس، استحاله. في الاجلوميريشن مش ممكن يحصل لود بالانس. ليه؟ مش ممكن يكون متساويين اساء ابدا. انما في حاله البارتيشن بس هي دي الحاله الوحيده اللي انا ممكن اقول ان انا عندي لود بالانس، غير كده لا. كمان عندي البيانات بتاعتي لما باجي اساين لكل بروسيسور، اتفقنا ان البيانات بتاعتي كمان مش لازم يتم توزيعها بالتساوي. ليه؟ لان انا لو عندي البيانات بتاعتي او الالجوريزم بتاعي هو داتا بيز الجوريزم، يعني الالجوريزم بتاعي قايم على تقسيم البيانات نفسها، يعني انا بقسم البيانات مش بقسم التسكور. وفي الحاله دي بحاول برضو ان انا اعمل بالانسنج في حاله واحده بس، ان انا برضو هعمل بارتيشن. انما لو البيانات دي كانت معتمده على بعضها، ففي الحاله دي انا بحاول ان انا اقلل الروابط او اقلل الانتر اكشن بينهم قدر المستطاع. لكن في الحاله دي ما اقدرش بعمل البالانس، او ما بهتمش بقى بفكره البالانس خلاص. يعني الموضوع ده بيبقى خارج كل الحسابات بتاعتي. نفس الحكايه لو البروجرام بتاعي شغال بفكره التاسك بيزد بالانس او التاسك بيزد الجوريزم. يعني ايه تاسك بيزد الجوريزم؟ يعني انا هوزع على كل بروسيسور تاسك. هل بمعنى ان انا وزعت على كل بروسيسور تاسك ان انا عملت لود بالانسنج؟ لا يا جماعه، لان ممكن تكون تاسك كبيره شويه او تاسك بتستخدم ريسورسز كتيره حبتين، لكن التاسك الثانيه لا. يبقى فكره اللود بالانسنج هنا او فكره توزيع الاحمال على البروسيسورز اللي موجوده عند حضرتك هنا ما بتبقاش بقى فيها اي نوع من انواع العداله، الا في حاله واحده بس، هي في حاله الايه؟ الالجوريزم بتاعي لو هو شغال بارتيشننج. لكن لو هو مش شغال بفكره البارتيشننج خلاص، يبقى في الحالات دي الموضوع كله بالنسبه لي ما بقاش فيه اي لود بالانسنج باي شكل من الاشكال. طبعا المابنج عندي بالنسبه لي او فكره المابنج، ما اقدرش اقول ان انا المابنج هو انسب حل عندي خالص، ان انا اقسم بروسيس معين لكل وظيفه معينه، الا على حسب طبيعه البروجرام اللي انا شغاله عليه. تعالوا نبصوا مع بعض على يمكن مش هطول اكتر من كده عليكم كتير يعني. بس لما باجي اتكلم بقى على التايبس اوف البارلل بروجرامز، لما بتكلم على البارلل بروجرامز يا شباب، فانا بيكون في عندي اكتر من نوع من انواع البروجرامز، او اكتر من نوع من انواع البارلل بروجرامز. يا اما بيكون البروجرام بتاعي شغال على فكره التاسك بارلايز او باراليزم، او يا اما شغال على فكره الداتا باراليزم. يعني يا اما بقسم البيانات، يا اما بلجا للحاله الثانيه اللي هو بقسم التاسكات. طيب في حاله ان انا اشتغلت على موديل، او ان انا بدات اعمل ديزاين لاي موديل من المودلز دي، فانا المودلز دي ممكن يكون
واخد الشكل بتاع يا اما الداتا باراليل البايب لاين او التاسك جراف او الورك بول او الماستر وركر. دول التايبس بتاعت التايبس بتاع البارل البروجرامز. هنتكلم يمكن عنه بالتفصيل قوي قوي لكل واحد فيهم بالتفصيل زي ما اللزوم، لكن لو انا حبيت ادي لحضراتكم خلفيه عن كل واحد فيهم. في حد كريم، ثانية واحدة افتح حضرتك المايك، اتفضل يا كريم. انا بقول كفايه كده يا دكتور بقى من حد كده عشان كده كتير. اوكي حاضر تمام. هنكتفي بهذا القدر يا شباب، هنكمل مع بعض ان شاء الله الاسبوع الجاي. احنا معادنا الاسبوع الجاي ان شاء الله في المحاضره الفيس تو فيس في الكليه باذن الله، الا اذا حصل اي جديد او حصل اي تعديل هيتم طبعا بالاتفاق ما بيننا وبين بعضنا، هنبدا نظبط ازاي الطريقه اللي هناخد بيها المحاضره. اشوف حضراتكم ان شاء الله على خير الاسبوع اللي جاي. كل سنه طبعا حضراتكم طيبين، كنا المفروض اقولها لكم من البدايه يعني، بس حصل خير. يلا اشوف حضراتكم على خير ان شاء الله الاسبوع الجاي. السلام عليكم.